مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع في الحلقة الثانية من التحضير لاختبار الجنسية الكندية. الحلقة الأولى حكينا عن أهم الأمور، كيف تنزل الكتاب، كيف تجيبه والبداية. اليوم حنبدأ بالدسم، فحضروا لي دينيكم وعقولكم ويلا معنا. زي ما حكيت في الحلقة الأولى إنه هذه الحلقات هي لمساعدتك لاختبار الجنسية، ولا يعني أبداً إنك لازم تعتمد عليها 100%. هاي فقط للمساعدة، الترجمة لن تفيدك إلا لفهم الكتاب، ولكن المهم في الكتاب هو أن تقرأه باللغة الإنجليزية وإن شاء الله تكون قادر على ذلك. خليني أشيل هذا. الآن بالصفحة إحنا 8 حنكون. Right and Responsibility، الحقوق والواجبات على الكندي. في أول مربع هون بتلاقوا من وين يجي القانون الكندي. القانون الكندي له أربع أماكن. انتبهوا معايا، أنا هحط الهايلايت. يس هايلايت هون. أول إشي من القوانين اللي من البرلمان والبروفنسز أو المقاطعات. إذن أول مكان بتيجي منه القوانين الكندية من قوانين اللي بتبث فيها البرلمان والمقاطعات. الشغلة الثانية من الـ English Common Law أو القانون العموم البريطاني. الشغلة الثالثة اللي هو إحنا جبناه من زمان أو جابوه الكنديين من زمان. الثالث اللي هو من القانون الأحوال المدنية الفرنسي. والرابع اللي هو القانون غير المكتوب اللي أخذته، هو قانون مشهور في بريطانيا وبريطانيا العظمى، وأخذته كندا، أخذت جزء منه. فهو أربع أماكن منها بيجي القوانين الكندية. في هون بهذه الفقرة شغلة مهمة جدا اسمها ماجنا كارتا. التاريخ مهم، 12/15/1215. ماجنا كارتا هو عبارة عن قانون الحريات، والقانون الحريات أو اللي وجد في بريطانيا سنة 1215، وبناء عليه تكونت الديمقراطية والحريات في بريطانيا. شو بحكي هذا؟ بحكي أربع شغلات، أربع نقاط رئيسية. أول إشي حرية الدين، الثاني حرية الاعتقاد والإيمان، وإنك تظهر وجهة نظرك، وطبعا بما في ذلك حرية التعبير والصحافة. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة حرية التجمعات السلمية، والنقطة الرابعة حرية إنك تعمل association أو تجمع. في هون شغلة يمكن كتير ناس، هاي كلمة لاتينية اسمها هيبوس كوبوس. هيبوس معناها الشخص الثاني، كوبوس كوربوس كوربوس اللي هو البادي، الجسم باللغة اللاتينية. طبعا هو هون بقول لك انه انت يحق لك بالقانون ان توقف اي اعتقال لك بدون اساس محكمة او قانون. فهذا يعني يعتبر لازم عشان حدا يعتق لك لازم يكون معهم، يا إما أنت مدعى عليك، يا إما في معهم ورقة من المحكمة، أو أنت مسوي شغلة. أما هيك واحد يجي يعتق لك هذا غير قانوني. هذا التاريخ مهم، 1982 كندا عملت تغيير على القانون الكندي، وبالتالي أصبحت كندا مالكة للقانون الكندي، وأصبح لنا قانون كندي خاص فينا. كنا قبل هيك معتمدين على القانون البريطاني. وبهذا التاريخ صدرت شغلة اسمها Canadian Charter of Rights and Freedom، أو وثيقة حقوق والحريات الكندي. هنحكي عنها هلأ. طبعاً هاي وقعتها هون صورة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وملكة كندا، وهي بتوقع عليها، وكان ترودو الأب أيامها رئيس وزراء. هذا التشارترز او القانون اللي هو القانون الاول في الدستور الكندي، شو بيحكي؟ بيحكي انه الشخص الكندي له حقيه التنقل. معناها الكندي يحق له التنقل اي مكان والعيش في كندا، ويحق له ايضا ان يترك البلد ويسافر، وبيقدر يحصل على جواز سفر. النقطة اللي بعدها حقوق السكان الأصليين. هون بعطي حقوق للسكان الأصليين باحترام عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم،
والثالث بعطي حقوق اللغات الرسمية واللغات السكان من minorities أو الأقليات. اللغات الأصلية الأوفيشال لانجويجز بهذا القانون صارت اثنين، اللي هو الفرنسي والإنجليزي، وطبعا هم بهذا بيحترموا تدريس وهم ايكوال متعادلين في البرلمان. اجين انتم تنتبهوا، هاي الحكومه الفيدراليه بتعامل اللغتين الفرنسي والانجليزي متعادله، اما باقي اللغات الماينورتيز فبحق للناس انهم يدرسوها في كندا. وطبعا الشغله الرابعه اللي هي تعدد الثقافات او مالتي كلتشرزم، وهذه اللي قائمه عليها كندا. اربع شغلات رئيسيه، طبعا هو طويل، ممكن تطلعوا عليه تكتبوا بس Canadian Charters of Freedom and Right وتلاقوه. وهذه أربع الشغلات الرئيسية اللي هو Mobility Right, Aboriginal Rights, Official Language and Multiculturalism أو تعدد الثقافة. طيب الصفحة 9، في الصفحة 9 طبعا هون في البداية بيحكي أنه الرجل والمرأة متساويين أمام القانون في كندا. وطبعا كندا بتمنع أي تصرف بربري مع الناس اللي مع النساء، سواء بالعنف الأسري أو قتل الشرف أو مثلا قص أو تطهير الأماكن الجنسية عند المرأة، يغصبوها على الزواج أو الفورس ماريج، يجعلوها أنها تتزوج بدون موافقتها، وطبعا شغلات تانية. وهذه تعتبر جرائم بالقانون الكندي. فيعني هذه انه هذه اهم شيء، انه المراه والرجل ايكوال في امام القانون. اوكي، هون هذه النقطه مهمه. انت كمواطن كندي لك حقوق، وكنا بنعرف، كل واحد بيعرف انه له حقوق، لكن عليه واجبات responsibilities، وهاي الواجبات اللي حنحكي عنها. أول واجب إنه هو يحترم القانون. احترام القانون هذا واجب، ما في أحد فوق القانون، ما في أحد فوق القانون. الشغلة الثانية إنه يهتم بنفسه وبعائلته. ما معناه إنه يهتم بنفسه وعائلته؟ إنه يلاقي شغل، ما يكون مهمل في حياته، ينتبه لأطفاله لتربيتهم، يربيهم أحسن تربية. طبعا هاي الشغلة يعني ما بجبروك عليها، لكن يعني الأفضل طبعا أنك تكون إنسان زيك. في ناس للأسف بحب أنه ضل هوملس أو يعيش حياة. الشغلة الثالثة serving in a jury، هاي بدي أحكي عنها بشوية لأنه ناس كتير ما بتفهمها. في احيانا بتشوف بالافلام، افلام الهوليوود، بتشوفوا واحد هيك القاضي واقف، وبكون على جنب القاضي هون في ناس عاديين ما بتعرف، في المحامين وفي ناس قاعدين هيك على الجنب. فبتحكي شو هدول بيسووا؟ هدول فعليا مساء النور للجميع، هدول فعليا بيعتبروهم محلفين عشان ينظروا بنظرة شخص غير قانوني إلى القضية. الآن في كندا حسب القانون الكندي، إذا دعيت لشيء مثل هذا اللي هو serving as a jury، مجبر أنت أن تذهب وتروح كجوري. عادة بتطلعوا على الناس حسب التخصصات تبعتهم، بيختاروا، ممكن يختاروك مرة بالعمر، ممكن ما يختاروك، ممكن ما يختاروك ثلاث أربع مرات. فأنيوي هذا إجبار وليس اختيار، وإذا أنت كنت تشتغل صاحب العمل يجب أن يعطيك هذا اليوم مجانا، يعني ما يخصمه من راتبك. طيب النقطة اللي بعدها voting in election، التصويت في الانتخابات، وهذا أنا أتوقع من أهم الشغلات اللي يجب عليك ككندي أن تقوم بها، وليس أنت خيار لك. للأسف إحنا كتير ناس ما تعودنا على ببلادنا كتير على موضوع التصويت والتصويت الحر. في كندا موجود هذا الحكي، ومهم جدا إنك تروح تصوت، لأنه صوتك بغير نتيجة الانتخابات. بعض الدول بدأت تضع غرامات على الناس اللي ما بنتخبوا. للأسف في كندا لسه مفتوح الموضوع. أنا مع إنه يوضع
شيء زي هيك أجين ليس موجود هذا، عشان يكون فعلا كل واحد صوته له ثقل في الانتخابات وما يروح التصويت هباء منثورا. helping others in the community، مساعدة الآخرين، وهذه كتير مهمة جدا، وهي التطوع. التطوع في كندا من الشغلات المهمة، ممكن تتطوع مع مؤسسات خيرية، مع بنك الطعام، كتير أمور بدناش نضيع عليها كتير وقت هذه النقطة، بس مهمة جدا. وطبعا الحفاظ على الثقافة وال البيئة الكندية، هذه واجب كل سيتيزن، في الطبيعة، في الثقافة، في الآثار، هذه لازم نحافظ عليها. هاي الأمور اللي أنت ككندي يجب عليك أن تقوم بها، أو وهي واجباتك ككندي. ستة، احفظها كويس. الآن من يحمي كندا؟ الجيش الكندي طبعا. الجيش الكندي مش إجباري، مش إجباري، لكن الناس في عنا اسمه إشي Canadian Forces، مش Canadian Army، اسمه Canadian Forces، بنقسم لثلاثة: النيفي اللي هو البحرية، الأرمي اللي هو الأرض اللي على الأرض، والAir Forces اللي هم الجو. طبعا اللي بروح على الأرمي أو Canadian Forces بيعتبروه في كندا من الناس اللي أعطى وقته لبلده لكندا. بتقدر أي واحد مدام صار كندي بيقدر يروح على هذا الموقع اللي هو forces.ca وينطلق من هناك ويسجل، وبيقدر يعمل امتحانات ويتعلم شغلات. حتى في ناس بروحوا عشان يدرسوا، يعني أنت بتدرس بتبعديها بعد 16 سنة بتقدر تتقاعد من الجيش. في شغلة مهمة بدي أحكي عنها اسمها كاديت. هاي للأسف ناس كتير بكندا عايشين في كندا وما بيعرفوا عنها. كاديت اللي هي بتقدر تودي ابنك على تدريب عسكري وهو من عمر 12 سنة. بيبدأ التدريب العسكري بيكون في المدارس اللي جنبك مرة في الأسبوع، ثلاث ساعات بالمساء، وعادة بالصيف بخدوهم رحل وبخدوهم كامبينج وبعلموهم شغلات عسكرية، بطعموهم أكل عسكري، بعطوهم ملابس عسكرية مجانية. الهدف من ذلك إنهم يزرعوا في الولد الثبات، ويزرعوا فيه حب البلد، ويزرعوا فيه أيضا القدرة على العطاء للجيش. وبالتالي هو بس يصير عمره 18 سنة مؤهل إنه يدرس في كلية عسكرية ويدخل دايركت عسكري، وللعلم كل هذا مجاني، ما بدفع أي شيء. فأنا بدعو الجميع إنهم سواء مقدمين للامتحان أو لا يروحوا يشوفوا شو الكاديت، يسألوا ناس بودوا أولادهم على الكاديت يستفيدوا من هاي الشغلة. وطبعا الكوست جارد أو السيرفيسز بيحموا الحدود البحرية تبعتنا. البوليس طبعا بيحمي الناس من في الداخل، والفاير ديبارتمنت تعرفوا هاي كمان اللي هم تبعون الإطفائية بيساعدوا الناس ضد الحريق، ولهم وظائف كثيرة الفاير ديبارتمنت. أجين أعتقد هاي الحلقة اليوم تكفي 15 دقيقة تقريبا. الأسبوع القادم يوم الاثنين هنتكلم بالتفصيل عن صفحة 10، من نحن. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله الأسبوع القادم. تابعونا على كنار تي في، والسلام عليكم.